يعني البعض راى ان ما اصدروا بوتفليقه من الامس من قرارات، البعض راها نجاح، لكن البعض الاخر راها انها منوره من بوتفليقه للالتفاف حوالين الهبه الشعبيه. الى اي الرايين تميل؟ امليك راي ثالث؟ يعني في لما طرح، لما خرج الاعلان هذا مباشره في وسائل الاعلام كمنشط كبير، بوتفليقة يؤجل الانتخابات ثم بوتفليقة لا يترشح للعهدة القادمة، وتوقفت المعلومة هنا لأن لم تعط لنا الرسالة، فمعظم الطبقة السياسية تفاعلت مع الموضوع بشكل إيجابي كبداية. ودليل هذا أنه كثير من الشخصيات التي عملت لايف مباشرة بعد الإعلان هذا من دون اطلاع على فحوى الرسالة كانت أنه هذه خطوة إيجابية وهذا أمر إيجابي وهذه خطوة في الطريق الصحيح وغيرها. ولكن بعد ما طلعنا على الرسالة في موقع وكالة الأنباء الجزائرية وشفنا النقاط 1 2 3 4 ونحن نبحث وأنا أقرأ أبحث أين هي استقالة الرئيس، أين هي إعلانه أنه لن يكمل، أين هي، فأنهيت الرسالة ومش موجود. نهيت الرسالة وفي النهاية فهمت بلي الرئيس بوتفليقة يقول لنا بالجزائرية بما أنكم ما حبيتوش تنتخبوا علي عهدة خامسة فيلا نمدد لكم عهدة رابعة هذه وربي سهل عليكم. إلى متى؟ الله أعلم. هو يقول على أنه تكون هناك ندوة وطنية قبل 2019 ثم الندوة هي التي تقرر المدى الزمني الذي ممكن من خلاله إقامة انتخابات رئاسية وغيرها. فبنفس الوجوه جبنا راحوا جابوا شخص يعني يتذكر الحرب العالمية الثانية بتفاصيلها الإبراهيمي. أو والله مذكرها بتفاصيلها. أنا قلت امبارح كده أنا سألت السؤال ده امبارح قلت ولسه للوجود لسه عايشة ولسه بتحرك السياسة يعني ممكن يجلس أنت وياه ويتكلم لك على هتلر وموسوليني والجماعة هذا يعني كأنه يتكلم على فيلم. لا جيله كله أستاذ محمد قاعد في البيت يعني جيل الأخضر إبراهيم مش في الجزائر في العالم كوفي عنان مات يعني والله العظيم يعني كل اللي اشتغل معاهم الراجل ده انتهوا كأنه انتهت الدنيا. جابونا شخص قال إبراهيم يتجهز لرئاسة مؤتمر انتقالي بالجزائر اقترحوا بوتفليقة فجابونا شخص من التاريخ وحطوهن على أساس أنه هو سوف يخطط لمستقبل الجزائر، مستقبل الشباب في الجزائر. هذه الدولة اللي فيها أكثر من 70% منها شباب، يعني بيني وبينك أنا ابن الثلاثينات كيف راح نوصل رسالتي لشخص في عمره 85 أو 87 أو 88 سنة حتى يشوف إلى المستقبل. فشوف القرار لو أنه كانت فيه نقطة واحدة فقط، نقطة واحدة اللي هي استقالة الرئيس أو على الأقل نقول يتم المرحلة مرحلته إلى غاية 28 من أبريل هذه الانتخابات وخلاص، وثم يؤجل الانتخابات. تأجيل الانتخابات كان مطلب موجود بقوة في الشارع أكيد، لأنه تأجيل الانتخابات هذا يعني عمليا نهاية أو إنهاء مرحلة بوتفليقة. ولكن التأجيل بهذه الصفة بهذه الصيغة بهذه القوانين بحيث أنه هو موجود بحيث أنه ينزع أحمد ويحيى ويحط لي في مكانه وزير الداخلية نور الدين بدوي، والأخطر من هذا يجيب شخص آخر رمضان عمامرة المعروف بولاءاته الأمريكية، معروف أن الرجل كان سفير في أمريكا وكان وزير الخارجية وغيره، يحطه كنائب للوزير الأول في منصب جديد. إحنا قبل هذا أنا أتذكر أنه في منصب في الجزائر اسمه نائب وزير الأول، مش هذا الدكتور؟ مفيش منصب اسمه نائب وزير الأول. يعني استحدث المنصب هذا من أجل وجود رمضان عمامرة. من أجل وجود العمامرة. طبعاً من أجل وجوده هذا. ما فيه أصلاً حديث كبير يعني يقول أنه رمضان عمامرة هو رئيس الجزائر المستقبلي، أو هو الرجل الذي سوف توكل إليه المهام الكبيرة والخطيرة في المرحلة القادمة. ثم أول تصريح يقدمه رمضان عمامرة لمن؟ لوكالة مونتي كارلو الفرنسية. خلينا نقول أنه الموضوع إذا لما تفتحه لما تقرأ الرسالة تكتشف أنه حقيقة هي مناورة أكثر منها، وإن كانت ممكن تعتبرها هي خطوة إلى الخلف مش انتصار، ولكن هي خطوة إلى الخلف للسلطة، لأن يعني السلطة كانت قادرة تمشي تقول لك والله بوتفليقة هو مرشحنا جمعنا له 6 ملايين ورقة. ثم لما تدخل في التفاصيل تاع الرسالة قضية أن لم يكن أنه الترشح وغيره، هذا سوف يأخذنا في مآلات خطيرة دكتور محمد يشرحها أحسن مني. طيب يعني الآن كانوا قاعدين هم يمشوا إلى موضوع ترى يلا بوتفليقة هو مرشحنا ويلا أضرب راسك في الحيط، ولكن التراجع هذا ممكن محسوب أنه خطوة للشارع ولا نقطة إلى لصالح الشارع، ولكن إلى أي مدى نقطة إيجابية؟ الموضوع يحتاج إلى فحص أكثر. أستاذ محمد.